ما حكم أكل لحم الضبع؟ إن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يأتي دليل بتحريمها، والإسلام وجه أتباعه إلى ما فيه مصلحة لهم في الدارين الدنيا والآخرة. ففي باب المطعومات يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويتساءل بعض الناس عن حكم أكل لحم الضباع، هل يجوز أكلها أم أنها تلحق بأنواع لحوم الحيوانات التي حرمت الشريعة أكلها؟ وتعددت آراء الفقهاء في مسألة حل وتحريم أكل لحم الضباع، ولكل من أصحاب الرأيين أدلته وبيان المسألة فيما يأتي. القائلون بجواز أكل لحم الضبع: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز أكل لحم الضبع، وبيان أدلتهم فيما يأتي. أولاً الشافعية: ذهب الشافعية إلى أن أكل لحم الضبع جائز، مستشهداً بأن الناس كانت تبيعها في مكة بين الصفا والمروة. ولمسألة ابن أبي عمر جابر عندما سئل: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثانيا الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى جواز أكل لحم الضبع، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم. فالظاهر عندهم أن الضباع نوعين، والذي أحلوه هو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الضباع التي تتغذى على النباتات، وهو ما كان منتشرا في الحجاز. ثانيا القائلون بحرمة أكل لحم الضبع: ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة وكراهة أكل لحم الضبع، وبيان أدلتهم فيما يأتي. أولا الحنفية: ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وتحريم أكل لحم الضبع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي رواية نهى عن كل ذي ناب من السبع. المالكية: قال جمع من علماء المذهب أن رأي الإمام مالك التحريم، للحديث الذي أورده في الموطأ بصريح التحريم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ولكن الراجح عند المالكية الكراهة، لقول الإمام مالك: ولا أحب أكل الضبع والثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع.